صباح الفل، صباح الجمال، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج نعم استطيع، الحلقه رقم 257، الموسم 22. طبعا انا قبل كده اتكلمت معاكم عن مشاكل في اهل قريتي. طبعا المشاكل دي هم جدا فعلا بيعانوا منها. وانا قبل كده يوم الاربعاء اللي فات اعتذرت وقلت انه كان في قبل كده مشكله في الصوت، والحمد لله عالجناه، والنهارده هنعرض كل حاجه. طبعا يا جماعه انا النهارده هتكلم معاكم عن مشكله، النهارده جايبه لكم تقرير عن مشكله بس من مجموعه المشكلات اللي في قريتي. طبعا المشكله دي يا جماعه عن ترميم الوحده الصحيه اللي بقالها 3 4 سنين مفيش نوع انجاز فيها، مفيش اي حاجه. وهرجع اقول لكم المسؤولين مش مقصرين، ولكن للاسف انا بقول للمسؤولين يا ريت تسالوا وتدوروا التعطيل ده جاي من فين بالظبط. يعني مش معقوله وحده صحيه تقعد 3 4 سنين مش مترممه. وعلى فكره مش الوحده الصحيه دي بس اللي هي في مركز ابو تشت البحر سمهود وقرية العلامات اللي هي متدمرة، لا على فكرة دي جميع الوحدات الصحية اللي في مركز أبو تشت متدمرة. علشان كده وأنا النهاردة بتكلم معاكم عن ترميم الوحدة الصحية اللي في مركز أبو تشت البحر سمود قرية العلامات. الوحدة الصحية دي يا جماعة بقالها 3 4 سنين مش مترممة. وطبعا أنا اتكلمت معاكم، دي مش منظر وحدة صحية الناس تتعالج فيها، ده شكل واحد اللي يا جماعة اللي عايز يروح يموت بقى ولا تحصل له أي مصيبة يروح في الوحدة دي، اللي عايز يمرض ولا اللي عايز يموت يروح فيها. ده مش شكل وحدة صحية، والله ده شكل بيئة، ده شكلها استقراب اصلا مش شكل وحده صحيه. انتوا شايفين دلوقتي هنشوفها كلنا مع بعض. ولكن على فكره انا اتكلمت قبل كده معاكم عن مشكلتين، الاسعاف والمطافي. على فكره يا جماعه الاسعاف والمطافي الوحده الصحيه ده فيه مكان واسع جدا ومكان متوفر جدا في الوحده الصحيه، داخل الوحده الصحيه بالظبط. يعني ممكن لو تواجدوا الاسعاف والمطافي هيتواجدوا جوه الوحده الصحيه اللي انا بتكلم عنها، وممكن ليها مكان تاني عند خزان المياه، في مكان تاني في الوحده الصحيه ابو شوشه، في مكان تاني بجوار كمين البحر سمود. يعني ليها كذا مكان متوفر. الوحده الصحيه دي فعلا محتاجه ترميم، وانا دلوقتي عملت معاهم مع اهل قريتي تقرير كامل علشان اوريكم ازاي على الطبيعه الوحده الصحيه ازاي متدمره، واوريكم ازاي قد ايه اهل القرى بيعانوا، قد ايه اهل القرى بيعانوا من عدم ترميم الوحده الصحيه، قد ايه حاجه صعبه. يا جماعه هم ما بيطلبوش حاجه صعبه ولا حاجه مستحيله ولا يعجز عن تحقيقها، هي دي بس من ابسط حقوقهم. هرجع اقول لكم تاني، من ابسط حقوق اهل القرى ان هم بيطالبوا بالحاجات دي. وانا علشان اجيب لكم كل حاجه على الطبيعه وتشوفوا قد ايه هم بيعانوا وقد ايه هم فعلا صعبة بالنسبة لهم موضوع ترميم الوحدة الصحية ده، يا ريت يترمم ويا ريت انجاز فيه في القريب العاجل، لانه فعلا هم فعلا في اشد الحاجة ليه. في ناس يا جماعة بقول لكم ما بتقدرش، على بال ما بتوصل بتكون ضاعت ما بين ايدينا. يا جماعة ما بيحملوش انهم يوصلوا من مركز ابو تشت ولا يوصلوا في المكان اللي هم علشان يتعالجوا فيه. الوحدة الصحية دي اقرب مكان ليهم في القرى. وبعدين زي ما احنا قلنا الوحدة الصحية دي ما بتشملش قرية واحدة بس وما بتشملش بلد واحدة بس، دي بتشمل كتير قوي، ومنهم قرية العلامات اللي انا قلت لكم عنها متقسمة عن ثلاث البلاد اللي هي قرية العلامات. طبعا القرى العلامات دي ثلاثة، الغربية والشرقية والوسطانية. طبعا دلوقتي حابة ان انا اشكر كل من ساهم وتواجد في الحلقة بتاعتنا اللي انا والتقرير اللي انا عملته في بلدي. انا نزلت مخصوص علشان اعمل التقرير ده علشان اوريكم قد ايه اهل القرى بيعانوا وقد ايه هم فعلا محتاجين الحاجات دي. تمام يا جماعة، أنا دلوقتي معانا حابة إن أنا أشكر كل كانوا متواجدين معانا، كل من آباء الأفاضل والأساتذة الأفاضل وعمدة البلد، وحابة إن أنا أشكر كل ده. وكمان حابة إن أنا أشكر الحاج شحاتة علي عثمان، وأشكر كمان الحاج شاكر أبو المجع عبد الكريم، لهم كل الشكر والتقدير جميعا، ولهم كل أهل قريتي وكل المتواجدين من أطفال من شباب من رجال كبار من مدرسين من كل ده. حابة إن أنا أشكركم فعلا شكر كبير على تواجدكم معانا، على وجودكم ووقوفكم معانا في الحلقة اللي فاتت. طبعا أنا دلوقتي هسيبكم مع فيديو فيه تقرير عن، هسيبكم أول فيديو طبعا فيه هيتكلم دلوقتي هنشوف رأي وإزاي قد إيه بيعانوا، هنشوف رأي الأستاذ عزت مدير المدرسة الابتدائية وعمدة البلد عمدة فواز، وهسيبكم كمان مع الأستاذ فايز مسؤول الوحدة الصحية. هنشوف دلوقتي قد إيه هم بيعانوا في ترميم الوحدة الصحية وقد إيه هم بيعانوا من تقليل وعدم ترميم الوحدة الصحية. هنشوف دلوقتي كلنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الإعلامية شروق مركز أبو تشت قرية العلامات البحر سمهود. النهاردة احنا يا جماعة موجودين في الوحدة الصحية اللي بقالها أكتر من 3-4 سنين بيقولوا هتترمم من بكرة وبعده ومفيش أي ترميم. يعني الشكل ده يعجبكم؟ شايفين شكل ازاي الناس بتعاني وأهل القرى؟ أنا النهاردة معانا جولة في قريتي قرية العلامات البحر سمهود. معانا النهاردة مع اهل القرى، وانا مش هتكلم، انا قبل كده طلبت قبل كده على التلفزيون كتير
على الهواء طلبت ترميم الوحده الصحيه واتكلمت عن متطلبات كتير، ولكن النهارده عملت جوله خصوصا عشان اهل القريه هم اللي يتكلموا ويحكموا بده. معانا الاستاذ عزت. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحده بتاعت البحر شمهود تشمل اكثر من قريه، تشمل قريه العلامات ثم قريه نجع الزمر ثم المعيصره. العلامات ثلاث بلاد او ثلاث نجوع، بالاضافه الى نجع الكريم والشيخ سعيد، تضم حوالي ست قرى او سبع قرى، ما يعني عدد سكانهم يزيد عن 20,000 نسمه او 23 او 22 نسمه. ما زلنا اهي الوحده الصحيه من 2017 شهر 6 تقريبا كده، يعني السنه الرابعه دي واحنا كده مش لاقيين اي حاجه في الوحده الصحيه. جاء المقاول هد الوحده الصحيه، كانت الوحده الصحيه نظيفه وكويسه تمام، كان ممكن استمرين على كده، لكن جاء السيد المقاول وعمل لها ميزانيه وعطى ونزل العطاء على المقاول، جاء فتح وكسر في الوحده الصحيه وسابنا على كده، لنا اربع سنين او ثلاث سنين واربع شهور، يعني السنه الرابعه دي واحنا موجودين على كده. طفل لسه من كام يوم لدغته عقرب بالليل، خدوا ابوه راح بيها بطشته، راح بيها نجح حمادي ما لقاش المصل بتاع اللسعه، قام بيه على جريه، قام بيه على سوهاج، على برديس، ثم اتجه لسوهاج. جاب من المنشاه، يعني لو واحد كده معاه اي حاله في الليل وخصوصا اللدغات يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ اما خلاص يلي معاه ده يموت يا يروح يسافر. طب لو راح مكان زي كده من هنا سوهاج العرب تاخذ 2000 جنيه، من هنا سوهاج العرب تاخذ 1000 جنيه، ممكن تاخذ 1000 جنيه ويجي في الطريق يموت، يبقى هيعمل ايه؟ صعبة جدا جدا جدا. وهو بعد كده سيبنا، لا هو مرمم ولا الوزارة مرممة ولا وزارة الصحة سائلي، وخصوصا وزارة الصحة، حتى لو هنا في الوحدة الصحية جاي عن أي حد تعبانة أو أي حد، فيش دكتور، فيش أطباء أصلا. بيجيبوا لنا دكتور بيقعد يوم العلامات، يوم أبشوشي وحدة أبشوشي، أو يومين يوم أبشوشي البلد العضدي، ده بياخدوا ثلاث أربع مستشفيات في الأسبوع. هل ده معقول؟ وحدة صحية كاملة بتخدم 20,000 نسمة تقعد كده فاضية بدون أي شيء؟ في أجهزة جابوها من حوالي سنتين لما رموا الوحدة الصحية، أجهزة كلى وأجهزة قلب وأجهزة كثيرة، ما شفناها شيء، مش ما استخدمناها شيء، ما شفناها شيء. أنا أعرف إن في أجهزة بس والله ما شفتي، وأنا مدير مدرسة الإعلامات مداوم على طول هنا بالتلاميذ بتوعي. أنا هبدأ دراسها بعد 15 20 يوم، هعمل إيه؟ لازم الوحدة الصحية تكون معي في المدرسة، لازم الزائرة الصحية تكون معي في المدرسة، لازم يكون معي طبيب في المدرسة. ده وزير التربية والتعليم ده اللي قايله، ما فيش مدرسة تفتح إلا إذا وفر طبيب، زائرة صحية، جميع مشتملات الصحة بالنسبة للتربية والتعليم، ما فيش. قوة مدرسة 1100، قرية واحدة لإعلامات فقط 1100 تلميذ، و100 تلميذ حضانة. ده الإعلامات نجع واحد، دي 1100 نجع واحد الإعلامات، مدرسة الإعلامات. باقي البلد في وحدة أبو شوشة وفي نجع الزمر في الابتدائي. أنا أعمل إيه لو عندي حالة ولا جتني ولا في حالة في المدرسة؟ أعمل إيه وصل 1000 دولي؟ يعني دي أمور يعني ما سكتش عليه. ووزارة الصحة بيقول لك إحنا بنينا وجددنا، السيد الوزير بتقول بنينا وجددنا وعملنا صرف مليارات، إحنا عايزين نعرف كشباب وكبلد وكغرة وكناس وكعمدة وكشيخ بلد فين الفلوس اللي راحت فيها؟ هي بتقول كده، الوزيرة بتقول كده، أنا مش يعني هي سمعت اللقاءات كثير معاها، هي بتقول أنا صارفة مبالغ مليارات على الصحة. فين؟ كان معها لقاء قبل كده وكان معها في المجلس الشعب وناقشوها، قالت فيه، لما ردوا عليها ما اتكلمتش. فين صرفت؟ فين المليارات؟ فين الملايين؟ فين المليارات اللي صرفتها؟ على مين؟ مستشفى العلامات أهي البحر سمهود اللي تخدم ست قرى زي ما أنا قلت لك أو خمسة مغلقة. تطلع جنبينا سمهود مغلقة. جنبينا برضو بعد سمهود الحبيل الغربي مغلقه للتجديد، مغلقه خالص قبل المدرسه. نحن تطلع ابو طشت من الوحده الصحيه العموميه العام مغلقه، وحاطينها في مستشفى حميات ابو طشت، يعني مش تلقى بها اي علاج ولا اي دواء ولا اي حاجه هناك. هنا برضو تطلع ثاني على الخط رفاعه مغلقه، نجح حمادي مغلقه، نجح حمادي مستشفى كبير عام درجه اولى مغلقه وقاعده في بهجوره لها خمس ست سنين. احنا نعمل ايه العمل يعني؟ يقولوا لنا نعمل ايه؟ نقفل المستشفى واللي يموت على كده ولا تتجرى له حاجه يقول له خلاص استنوا منه يقعد جنبه منه ما يموت منه ما يموت وخلاص. عايزين حل من المسؤولين، بس كان في مسؤول وكان وزير الصحه، في وزير الصحه موجوده، فيه السيد المحافظ، فيه السيد الوزير، رئيس الوزراء، رئيس الجو، اي حد مسؤول يعني يرد علينا ويقول لنا نعملوا ايه العمل اللي نعملوه. وبعد ما شفنا
كلمات الاستاذ عزت ازاي بيعانوا اهل القرى، وعلى فكره احنا ما بنطلبش حاجات كتير، احنا دلوقتي لسه ما طالبين غير حاجات بسيطه بس اللي هي اساسيه في البلد، وشايفين ازاي اهل البلد واهل القرى بيعانوا من الحاجات دي. المفروض اصلا ترميم الوحده الصحيه اللي بقى لها اكتر من 5 سنين و3 سنين و4 سنين بقى لها كل يوم بيقولها تترمم، احنا ما قلناش المسؤولين مقصرين، يمكن المسؤولين قدموا ده وقالوا للترميم الوحده الصحيه، ولكن انا بطلب من سياده المسؤولين كلهم كل المسؤولين يدوروا في الموضوع ده ويشوفوا التأخير ده جاي من فين؟ جاي من فين بالظبط؟ عاجبكم مثلا حال البلد اللي بيحصل ده؟ عاجبكم معاناة أهل القرية اللي هي دي من أبسط حقوقهم، ودي مش شاملة قرية واحدة بس، دي شاملة كذا قرية في بعض، يعني العلامات لوحدها بس 3 قرى، يعني 3 بلاد. ده منظر ما يرضيش ربنا، حرام اللي هم بيعملوه ده فعلا. معانا النهاردة طبعا سيادة حضرة العمدة اللي هو طبعا كان بيتواجد دايما بالمستشفى دايما وياخد التطعيمات في دوار العمدة، طبعا له كل الشكر والتقدير وربنا يطول في عمرك يا حاج إن شاء الله. ولكن هنا دلوقتي ده مش منظر وحده صحيه زي ما احنا بنتكلم، اللي هي المفروض من اساسيات اهل القرى اللي هم بيطلبوا بيها، هم ما بيطلبوش حاجه مستحيله ولا يعجز عن تحقيقها، دي حاجه بسيطه ومن ابسط حقوقهم فعلا. معانا دلوقتي سياده العمده، اهلا بيك. احنا دلوقتي حاليا بنعاني من عدم كفاءه الوحده الصحيه، لعدم وجود دكتور، وثانيا المستشفى دي قالوا هيرمموها من حوالي 3-4 سنين، وجاء المقاول فعلا وبدا ترميم، لكن فين اوجه اللي اتعمل؟ ما فيش اوجه اتعمل. يعني دلوقتي حاليا اللي الحاصل على سبيل انه ما فيش حد بيعاني اكثر من نحن، لانه الوحده الصحيه زي ما قال الاخ تشمل البحر سموت كله، تشمل من شمال المحافظه اللي هو المعصره، زائد من جنوب المحافظة اللي هي نرجع الزم، كلها تخدمها الوحدة الصحية بالبحر سمهود، وما فيش أي خدمات، لأنه هو بدأت من حوالي 4 سنين قالوا هيرمموها، وبدأ فعلا المقاول شوي بدأ يجيب الباب من هنا ويركبه هنا، وبدأ حاجات بسيطة، حاجات غير ملموسة، حاجات غير عملية. احنا دلوقتي بنعاني معاناة شديدة على سبيل ما فيش حد يعني لا دكتور لا كاتب صحة لا كذي، واخد بالك؟ ما فيش، ما في موجود كاتب صحة، معلش يا استاذ، موجود في يعني زي ما تقول ما فيش دكتور، ما فيش غير موجودين. واحنا دلوقتي لما قالت الناس على سبيل يرمموه، احنا نقلنا الوحدة الصحية عندنا على مسمع الناس كلهم في الدوار هناك، وموجود هناك خدمات، لكن خدمات برضو ما تشملش خدمة الوحدة الصحية، ما تشملش خدمة لأن الوحدة الصحية في مجمع وغير ما يكون في أي مكان تاني، وغير ما تكون في أي يعني اللي يجي بالليل، اللي يجي الساعة 12، اللي يجي الساعة 2، ده حصل له مغص، ده حصل له مثلثة عقرة، ده حصل له كذا، وإحنا كل الموجودين على سبيل إن إحنا عاوزين نسرع وعاوزين نرمم الوحدة الصحية وتعمل زي ما كانت تعمل الأول، لأنه كانت تعمل الأول، حاليا دلوقتي ما فيش عمل بالنسبة لي، ومشكرين. دلوقتي شفنا كلمات حضرة العمدة طبعا وقد إيه هم بيعانوا من الموضوع ده. دلوقتي معانا مسؤول الوحدة الصحية الأستاذ فايز، وهنشوف إيه رأيه ورد فعله في موضوع الوحدة الصحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للوحدة الصحية تم استلامها للمقاول في 1/7/2017، وحتى هذا التاريخ على أنه يتم تسليمها للمسؤولين بالإدارة في 1/3/2018، وحتى هذا التاريخ لم يتم عمل أي شيء فيه، بل إيه ازداد سوءا. يعني الأول كانت نقعد قاعدين فيها الأوض نظيفة، يعني كنسوها نعملوها ما فيش أي إيه حاجة، بعد ما طلعنا منيها واشتغل المقاول أسبوعين زمن كسر اللي كسره، وسابها من 3.5 سنين حاليا على إنه سلمها في 3/2018، ما فيش إيه، فيش أي حاجة حصلت على غير دلوقتي. حتى العهد بتاعتني الأجهزة كلها مرماية في الطرق ومرماية في الوحدة، وهيتم تصويرها دلوقتي وهتشوفوها، هيتم تصوير الحاجات بتاعتنا دي ايه مرمايه، المكاتب وال يعني ايه. وليلى العمدي ما اكرمنا وعطانا الدوار بتاعه، وقاعدين في الدوار من 3 سنين، في ناس شرطت علينا تدفعوا 1000 جنيه وندفعوا 2000 جنيه في الشهر، العمده الراجل يشكر
وقالنا ايه تفضل اقعدوا في البيت على غايه ما يتم ايه شهرين 3 اشهر 4 اشهر على انه سلمها في 3/2018. دلوقتي احنا في 9/2020، يعني سنتين ونص. المقاول لو هيعمل كل يوم هيبني طوبه ولا يمحر شبر كان خلصت من زمان. لو عاملينها احنا بالجهود الذاتيه كان عملناها من الاول، ولكن ايه مقاولين ايه، ويقول لك كل ما نسال المقاول يقول لك المقاول ايه ما فيش فلوس ما فيش فلوس ما فيش بند للفلوس، رغم انها بتاعت بشوشه تم تسليمها بعدين بسنه، استلمت في 3 اشهر سلموها ثاني. فيا ريت المسؤولين يبصونا بنظره كده، وشكرا. شفنا طبعا كلمات الاستاذ فايز مسؤول الوحده الصحيه وازاي هم بيعانوا فعلا بالحاجات دي، وانا طبعا النهارده عم حبيت ان انا اعمل لقاء خصوصا مع اهل وناسي قريتي طبعا اللي هي انا فيها هنا قريه العلامات البحر سمهود، اهل وناسي وحبايبي طبعا موجودون كلهم هنا علشان يتكلموا. حبيت ان انا اوجه لكم علشان اجيب اهل القريه كلهم يتكلموا بصوتهم. انا كنت بتكلم قبل كده كتير وقلت وطلبت وهفضل اطلب مره واثنين وعشرة وعشرين، هطلب الطلبات دي لانه دي من ابسط حقوق اهل القريه، هم ما بيطلبوش فعلا حاجه مستحيله، دي من ابسط حقوقهم. وعلى فكره احنا ما بنطلبش حاجات كتير، اهل القرى دي محتاجه حاجات كتيره جدا، بس احنا مش طالبين غير حاجتين بس دلوقتي، حاجتين يا ريت يعني يا ريت دلوقتي في القريب العاجل تنميه الطلبات دي ليهم، لانه فعلا هم ما يستاهلوا ده، هم ما بيطلبوش حاجه مستحيله، دي من ابسط حقوق اهل القرى فعلا. يا ريت النهارده طبعا معانا حضره العمده، ومعانا الاستاذ فايز مسؤول الوحده الصحيه، ومعانا الاستاذ عزت، ومعانا الاستاذ حسن سيد، ومعانا الحاج اشرف سليمان، ومعانا الحاج شاكر ابو المجد توفيق عبد الكريم، ومعانا الحاج ابشوشه، ومعانا كل اهل القرى والاستاذ عبود، ومعانا الدكتور احمد كمان، ومعانا الاستاذ محمود الحاج محمود طبعا، ومعانا كل اهل القرى والاستاذ خالد، وكل الاهل طبعا موجودين هنا وبيعانوا وبيطلبوا، وانا طبعا جيت هنا خصوصا علشان اخليهم هم يتكلموا بصوتهم ويتشوفوا حضراتكم. انا ما بقولش طبعا ان المسؤولين مش مقصرين، لا المسؤولين فعلا هم اكيد ادوا لترميم الوحده الصحيه، ولكن انا بطلب من سيادتكم ان انتوا تدوروا في الموضوع ده وتشوفوا التعطيل جاي من فين، يعني زي ما احنا شفنا كلماتهم ازاي هم بيعانوا. ما ينفعش كده يكون في اطفال صغيره بتكون تعبانه بالليل او اي حد سواء كان كبير او صغير، المفروض هم محتاجين ده. ترميم الوحده الصحيه دي اساسيات البلد، المفروض دي اصلا احنا ما نطلبش بيها، المفروض هي تكون جاهزه، مش احنا نفضل نطلب بيها كل يوم والتاني، وبعدين في طلبات كتيره جدا. تعالوا معانا دلوقتي هنشوف ازاي شكل الوحده الصحيه وازاي هم بيعانوا شكلها ازاي. دي مش شكل وحده صحيه اصلا، دي مش شكل وحده صحيه، هنشوفها دلوقتي مع بعض. طبعا شفتوا دلوقتي معانا قد ايه اهل القرى بيعانوا، انا طبعا مش محتاجه ان انا اتكلم اكتر من كده، وانا جبت لكم كل حاجه على الطبيعه، وازاي انتوا بنفسكم جبت لكم ده خصوصا قدامكم على الطبيعه، وازاي اهل القرى بيعانوا وقد ايه شكل الوحده الصحيه ما يتقالش عليها وحده صحيه. يا جماعه الناس مش بتروح ده، المنظر اللي هي فيه ده الناس ما تروحش تتعالج فيه، لا الناس المفروض اللي عايز يموت يروح فيها، اللي عايز يمرض ولا يجيله اي تعب يروح فيها. صدقوني ده مش شكل وحده صحيه، والله ده مش شكل وحدة صحية، ده شكل استكرام، ده شكل بيئة، ده دي شكل وحدة صحية أصلا. يعني عموما أصلا الوحدة الصحية دي مش هي بس اللي متدمرة، دي جميع وحدات الصحية اللي موجودة في مركز أبو تشت محتاجة لها تعديل وترميم. ولكن أنا دلوقتي هتأسف لبعض أهل قريتي اللي كانوا معانا في الحلقة دي وكانوا معانا في التقرير، فعلا بتأسف لعدم ظهورهم على الشاشة، ولكن علشان بس موعد الحلقة معانا خلاص هينتهي، ولكن بعتذر منكم مرة تاني، ولكن بجد أحب أشكركم من كل قلبي، هشكركم شكر كبير جدا على وقوفكم معانا في الفقرات دي، وعلى وقوفكم وتوصيل صوتكم، وإزاي أنتوا تكلمتوا بصوتكم علشان توصلوا للمسؤولين قد إيه أنتوا بتعانوا وقد إيه أنتوا فعلا محتاجين ترميم الوحدة الصحية دي. أنا بقول يا ريت بالله عليكم يا ريت، لأنه ده على فكرة من أبسط حقوقهم، يا ريت ترميم الوحدة الصحية وتواجد سيارة الإسعاف وسيارة المطافي، قلت لكم قبل كده ليها كذا مكان، على فكرة مش هقدر يعني مش هتكلم أكتر من كده، كل حاجة دلوقتي شفتوها على الطبيعة معانا، كل حاجة دلوقتي بقت عندكم على الطبيعة. ولكن دلوقتي حلقتنا النهاردة انتهت، وأنا هسيبكم دلوقتي في تقرير جديد معانا من تقرير القرية اللي أنا كنت فيها والتقرير اللي أنا عملته. حلقتنا النهارده انتهت، وهفضل دايما اقول لكم احلاموا صدقوا احلامكم، احلاموا صدقوا نفسكم، وربنا باذن الله معاكم، وباذن الله في القريب العاجل تنميه الطلبات دي، وان شاء الله بنتمنى يحالفكم الحظ في تنميتها. هسيبكم دلوقتي مع التقرير الاخير، ولكن بعد التقرير ما هنشوفه مع بعض هسيبكم مع زميلتي الاعلاميه هدير سامي بعد التقرير ان شاء الله.
طبعا احنا دلوقتي امام الوحده الصحيه، هنيجي كلنا دلوقتي ومع اهل القريه واهلي وناسي طبعا هنيجي نشوف ازاي الوحده الصحيه مش شكلها وحده صحيه اصلا. هنشوفها دلوقتي مع بعض. طبعا هنشوفها دلوقتي مع بعضنا. دي اول دخلت الوحده الصحيه اللي هي اصلا ما ينفعش يتقال عليها وحده صحيه بشكلها ده. تعالي كده نشوفها مع بعض. صور هنا كده، ده منظر وحده صحيه، ده يرضي ربنا مثلا، ده ما يرضيش ربنا حتى شكل الوحده الصحيه اللي الناس بتدخل فيها وتقول علشان تتعالج. ده فعلا دي هتمرضهم مش هتعالجهم. الناس بتيجي الوحدة الصحية علشان تتعالج، ولكن دي مش بيجوا علشان يتعالجوا، هما بيجوا هنا علشان يتعبوا. ده مش شكل وحدة صحية والله، حرام اللي هو يعني ده مش هينفع يحصل فيهم. دي من أبسط حقوق زي ما احنا شايفين معانا كده، شايفين خطرات دي طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك أشرف علي عبد اللطيف من إحدى مواطنين البحر سمهود. أنا أيد كلام العمدة فواز والأستاذ فايز والأستاذ عزت. طبعا بس كلام أضم عليهم حاجة ثانية. نحن الوحدة الصحية كان قبل كده كانت مفيدة جدا في البلد وفايدة البلد كله. فايدة الشخص واحد. ونحن قبل من ثلاث سنين ونحن كده من قبل ثلاث سنين يا باشي نحن رممنا احنا الوحده، احنا على حسابنا في بعض الحاجات جبناها على حسابني زي السيراميكات جبناها على حسابني وبعض الاشجار وبعض الترمامات وناس الشارع مع ساعد البلد دي كامله وناس البلد فيها خير كبير قوي. بس وقبل كده الحيطه احنا عندنا وقعت، احنا عندنا هذا مكان المستشفى اللي احنا 16 قط متبرعين فيه تبرع شخصي للبلد. هي الوحده الصحيه دي 16 قط اكبر وحده صحيه على مستوى محافظه قني، هي 16 قط كامله زين. وبعد قبل كده بعد وقعت حيطه على ضرت بعض الناس، حتى بعد ضرت بعض المواشي في البلد عندنا بعض الاشخاص ضرتهم نبقول سبع تاركه فيه ولم يستهم به. بس كده تمام. ونحن كده احنا بنعانوا به وكده الحشرات وبقت مأوى للحراميه وللصوص وللناس الحشاشه في البلد، ودي حاجه مش مستفادين به بسبب كثره الحيطه بتاعتي وكذا الضرر بتاعي. بس كده. بس اتفضل يا استاذ شروق. طبعا شفنا كل التقارير وشفنا ازاي الوحده الصحيه ومعانا نستمر ازاي هنشوف شكلها. طبعا ده مش شكل وحده صحيه فعلا، حاجه بيئه جدا ومش شكليه يعني. يعني المفروض اصلا المقاولين اللي هم مستلمين ده المفروض طبعا لازم يعني لازم يستلموا ده وينظموها في القريب العاجل. دي من ابسط حقوقهم يا جماعه، هم ما بيطلبوش حاجه صعبه ولا الحاجات دي، هم بيطلبوا من ابسط حقوقهم فعلا. ليه ده دلوقتي هو معانا الاستاذ فايز مسؤول الوحدة الصحية، طبعا معانا اهو دلوقتي بيشوف ازاي هم بيعانوا من الحاجات دي فعلا. هنشوف دلوقتي طبعا الحاجات دي بعد بعض العهد اللي مشوح يا